حسيت مع يعني مع احترام للفريق مو بس عم لعبوا فريق شباب صغار يعني هي لعبه اغلى رح تكون ان شاء الله تمرين ونطبق يلي نحن ساويه بلعبه الجلاء مثل ما شفت يعني نحن طموحنا ابعد بكثير من حتى مجموعه حلب رتم الفريق شوي شوي عم بصير تصاعدي تاخرنا لندخل بمود الدوري بسبب التحضير السيء ان شاء الله هلا بالاياب اول شيء هدفنا ناخذ لعبه الجلاء ونتصدر وبعدها ان شاء الله بنكمل هذا سؤال كبير اكيد شو طموحنا بالدوري بس اليوم نحن فريق عم نلعب للاسبد للجميع انه نحن ما بطل كاس صدفه يمكن تاخرنا شوي بالاعتاد تاخرنا شوي لنفوت بجو اللعب بس اكيد راجعين للاسبد للجميع ما حنكون ضيف نحن بالدوري حنوصل لمراحل متقدمه ان شاء الله بعون الله وبعون الفريق وتكاتفنا كلنا مع بعض ومحبتنا مثل ما كنا بالكاس ونرجع ايد واحده ان شاء الله اكيد رح نساوي شيء نحن حاليا عم نحضر فريق جديد عم نحضر فريق صغير الظروف اللي صارت بسبب الكورونا ناس سافرت ناس تغيبت عن التمرين فعم نحضر حالنا بفريق صغير ان شاء الله السنه المقبله بده يكون شيء احسن من هالسنه بكثير نحن عم نلعب هالسنه كفريق الشباب عم نلعب نكون نتمنى انه السنه القادمه نكون احسن ندخل كفريق الرجال وفريق اتحاد اتحاد كثير قوي يعني كجسميا وبدنيا كثير كويس ان شاء الله نكون توفيق اليوم عم تلعبوا قدام فريق بطل كاس هذيك الموسم ومثل ما حكينا بمباراه الذهاب اليرموك عم يلعب بعناصر شابه ولكن في له نظره مستقبليه كيف التحضيرات شو شايف مستقبل الفريق لقدام هلا كاداره وكمدرب فريق كهاللعيبه الشابه انا برايي هذا الفريق كجمهور النادي خلي يستنوا عليهم شيء سنتين او ثلاثه نعطي نتائج كثير منيح الإدارة عملت خطوة كتير كتير منيحة إنه خلص إنه الباسكت لأولاد النادي أنا هيك برأيي كمان خطوة كتير ممتازة كإدارة نادي اليرموك غير نوادي عم نشوف عم جيب من أندية غير لا نحن أولاد النادي وعنا عناصر شابة كتير ممتازة
بالنسبه لهيك مباراه نحن بنحاول شوي هيك نعمل كيمستري مع بعض كالفريق اكثر بما انه بلشنا معسكرنا متاخر. بالنسبه لتحضير مباراه الجلاء شفت مثل ما صار بالذهاب خلصت 5 نقط لهم، بس نحن ابدا اكيد ما بيزبط معنا هذا السكور. بنحاول نعمل كمباك عليهم، المفروض نربح 6 نقط وفوق. عم نعمل اللي علينا ونحن فريقنا شباب ناشئين، بدنا نشوف النتائج بعد سنتين او 3 سنين.